طيب احنا عدينا المغرب بكل ما تحمله هذه المباراة اكيد، واتكلمنا كده سريعا برضو في بعض الجوانب، لكن اكيد في جوانب اخرى محتاجين ان احنا نتناقش فيها، وبعد كده نخش بقى على المباراة القادمة. بنتكلم عن مصر والكاميرون، واللي برضو عندنا نقاط كتيرة جدا عايزين نناقشها. بس خلينا نرحب في البداية بكابتن ماهر همام نجم الاهلي السابق. صباح الفل. صباح الخير. اول مرة السنة دي معانا صح؟ مبروك. انا جاي ابارك اهو الاستوديو. ازاي حضرتك؟ ازيك كابتن كريم؟ اخبارك ايه؟ وحشنا والله. والله حضرتك اكتر، ودايما بنسعد بوجود حضرتك معانا، وعندنا النهارده طبعا كلام كتير نتكلم فيه. ربنا يوفقك. تعالى بعد اذن حضرتك نبتدي الكلام من لقاء الامس. كيف رايت هذه المباراه؟ هل عندك اي تحفظات؟ هل عندك اي علامات تعجب حوالين امور معينه؟ وندخل بقى منها لتفاصيل ثانيه كتير. بص يا كريم، عايز اقول لك ان معظم المنتخبات بتقلق منك وبتخاف، بلغه الكوره بتخاف منك، وده بيبان من التسخين حتى. يعني كانت الناس تقول لك المغرب، وفعلا المغرب كان اداؤه في المجموعه اللي كان من خلالها كان اداؤه مميز بشكل كبير جدا. لكن الدنيا اختلفت معانا امبارح. ده انا في رايي بسبب انه بيخافوا منك. يعني حتى اللعيبه المحترفين، الاسماء الكبيره اللي احنا سمعناها وشفناها، تحس من التسخين في رهبه من المنتخب المصري فعلا، وده حقيقه. وده بان كمان في مباراه ساحل عاج، بان قوي ساحل عاج اداء متميز في المجموعه بتاعتها، لكن عند مصر المستوى قل، بيأخروا نقله بالظبط. انا رقم واحد تحليلي من اللي انا شفته ان فعلا المنتخبات بتخاف من مصر، بتعمل حساب لمصر، لتاريخ مصر، للعبه مصر، عشان كده بيبقى فيه عنف برضه في الملعب. احنا شفنا ده يعني مش عارفه، غير مبرر وغير مسبوق، تلاقي بيلعبوا مع الفرق الثانيه عادي، تيجي عندنا بالزبط. لا حاجه مش حلوه. في يعني في نديه برضه، نديه بين شمال افريقيا طبعا، بيبقى غل. ده هو مش هنسمي دوله بعينها ولا منتخب بعينه، يعني اول مره نشوف المغرب زي ما نهاوند قالت، اول مره نشوف لعيبه المغرب بالعصبيه دي. هو برضك حاسس ان المباراه هتهرب منه، هتسترق منه، وحاسس ان منتخب مصر جاي ند بالنسبه له. يعني تملي المباريات اللي بيننا وبين شمال افريقيا بيبقى فيها نوع من العصبيه بهذا الشكل، ان احنا عارفين بعض بشكل كبير. لكن حته الرهبه دي بانت قوي قوي، واتمنى يا رب ان شاء الله تستمر، ان الكاميرون كمان برضك تبقى خايفه وقلقانه من منتخب مصر، خصوصا ان احنا برضك تاريخنا معاهم، احنا عندنا تفوق بشكل كبير جدا في جميع المباريات اللي ممكن قابلنا فيها الكاميرون. هي مش دي النقطه يا كابتن ماهر. معلش يعني عشان بس عايز اقول حاجه هنا، هي النقطه خاصه بالكاميرون، مش فكره بس ان احنا الكفه بتاعتنا ارجح، لا، هي قصه ان الكاميرون يعني معلش شوف المباريات اللي هي لعبتها، هي ما فيش برده منتخب لعبته من بالزبط. المنتخبات الثقيله بالظبط. فغير برده حاجات انا وكريم اكيد هنتكلم في تفاصيلها اكتر مع حضرتك، منها التحكيم الغريب جدا، فكره البي سي ار اللي اللي هو بيصفر دايما عن ان كل المنتخبات عندها كورونا، وربنا يستر علينا. يعني يجي يطلع لك محمد صلاح مثلا عنده كورونا ولا حاجه، لا وهم كاملين العدد. ماشي، مش هنقول حاجه، يعني ما فيش مشكله، بس عليها علامات استفهام. لا برافو عليك، انت ذكرتي فعلا حاجات، ربنا يستر يا رب ان شاء الله ما تبقاش والله ما تبقاش من نصيبنا في الفتره دي. انا بنت حلال جدا والله. ده برضو من ضمن الحاجات اللي كنا عايزين برضو نعرف تفاصيل حضرتك. شفت اللي حصل امبارح؟ شفت الحكم كان عامل ازاي؟ واضح قوي ان من بدايه المباراه ان هو يعني جاي علينا، يعني متوصي، وبرضك من السنغال، يعني هو يهمه برضك ان مصر تطلع بالظبط بالظبط. وبعدين مع كل يعني لمسه فاول علينا غالبا بيكون مرفق بانذار، كان بيبدر الانذارات وما كانش يعني المعامله ما كانتش بالمثل. حضرتك اكيد تابعت التفاصيل بالظبط. وكمان عايز اقول لك يا كريم نهاوند، قبليها كمان منتخب تونس اتظلم بشكل كبير جدا من التحكيم مرتين، وجزر القمر وجزر القمر اتظلمت برضه بشكل كبير جدا. يعني عايز اقول فرقه كبيره جدا اتظلمت بالتحكيم. والحاجات دي بتعدي عادي ولا لازم يكون في مساءلات محاسبات؟ ما هو برضك يا كريم عايزين يعدوا البطوله دي، لان واضح ان البطوله دي ما كملتش من ناحيه التجهيزات. هم ما تورطوش فيها، ده هم كانوا بيقاتلوا عشان ينظموا رغم اللي منطق اللي احنا طبعا طبعا طبعا. يعني انا شايف ان البطوله من ناحيه البنيه الاساسيه او التحتيه قليله قوي، من ناحيه التحكيم قليله قوي، من ناحيه المستوى الفني قليله قوي، من ناحيه الملاعب، من ناحيه تنظيم الجماهير، من الكور نفسها كابتن، الكور نفسها زي ما انت بتقول. يعني المنظومه ككل واضحه قوي ان الكاميرون يعني زي ما تقول يعني قلبت البطوله، يعني يلا عايزين نخلص بس ايه عشان تتحسب لنا. لكن عايزين نقول يعني مبروك لمنتخب مصر، الاداء
اللي احنا شفناه في المباراتين ساحل العاج ومباراه المغرب. قبل كده يمكن كانت الاداء غير مطمئن وتحس ان الشارع المصري قلقان جدا على منتخب مصر. غير مطمئن ده كان مخيف. بالظبط. ايوه صح. بالظبط. وكلنا قلنا ان احنا ممكن ما نكملش وممكن نطلع من الدور الاولاني. لكن عايز اقول لك يا كريم ما هو ده منتخب مصر. يعني احنا بنبقى قلقانين من الفرق الصغيره طول عمرنا في تاريخنا. بننزل لهم ما بنحترمهمش كويس وبنبدا نتعامل معاهم نكسب جول واثنين وثلاثه ونقول لهم احنا منتخب مصر بتاريخنا. لكن مع الفرقه الكبيره بيحصل العكس. يعني احنا كل ما نروح لفرقه كبيره اطمن وحس ان تحس ان لعبت المنتخب الروح بدات تيجي اللي كنا فاقدينها بقى لها زمن بقى لها فتره. ودي برضك ليها مبررات ومؤشرات ايجابيه من خلال ان احنا الاستادات التحليليه قعدت تتكلم ان مفيش روح وان لازم اللعيبه الكبيره تبدا تحط ايديها وعلى راسهم محمد صلاح اللي هو قائد الفريق بالزبط. اللي احنا بنحييه من خلال برنامجكم الجميل ده. محمد صلاح كان ليه دور كبير جدا الفتره اللي فاتت دي قياديا صحيح. بشكل كبير وفنيا واداريا وبدات تدخلاته كمان بشكل احترافيه. وعايز اقول لك ان قيمه محمد صلاح بقت باينه في الملعب من ناحيه الشخصيه من ناحيه ادائه. فصلاح لعب دور كبير جدا الفتره اللي فاتت دي هو وزمايله بصراحه هو الشناوي وهو النني وحجازي الكبار اللي موجودين الخبرات اللي موجوده في الفرقه لمت الفرقه بشكل كبير. وعايز اقول لك يا كريم نهواند ان احنا في المباريات اللي هي فيها 14 يوم 15 يوم بيجي منتخب مصر عكس الحاجات اللي هي 3 ايام 4 ايام ما بنحسش بيها. لكن كل البطولات اللي احنا خدناها 2006 2008 2010 كانت فيها الاستمراريه بالظبط يعني. التعبئه النفسيه اللي بتيجي بعد كده يعني. طيب لو احنا هنتكلم صراحه بقى خلينا يعني احب الصراحه الفتره اللي فاتت اتكلمنا وقيمنا كيراش ان هو يعني مش بس مش الافضل لا يعني اختيار ربما يكون قد يصل الى اختيار خاطئ. دلوقتي الاراء ابتدت ان هي تتغير. هل التغير في الاراء ده راجع ان انا شفت مباراه حلوه او اتنين فبطبيعه الحال بغير رايي ولا فعلا قدرنا نفهم طريقه لعبه او تفكيره اللي احنا كنا بنراهن عليها من اول ما جه؟ ما احنا يعني من البطوله العربيه واضح كده ان مستر كروش ما كانش حاطط ايده على الاستراتيجيه والتغييرات والفرقه وطريقه اللعب. ودي كانت عامله لنا قلق. يعني كان مش واضح للمنتخب مصر ان له هويه ولا له شكل ولا ليه طريقه لعب. وبدات من هنا بقى الاستادات التحليليه وبدات النقد عليه. وساعات النقد بيبقى نقد بناء مش بيهدم. احنا كناش عايزين نهدم في نقدنا عليه وكل كلامنا كان انه يبدا يصحصح ويبدا يعالج الاخطاء. يعني احنا كلنا احنا مش ملائكه يعني بشر وارد جدا ان انا ممكن اخطا. لكن الحاجه الايجابيه بقى انك انت يعني تقبل النقد اللي اتقال وبدا بالظبط كده وبدا يتدارك الاخطاء وبدا يشتغل عليها بدا يحط الناس في مكانها. يعني احنا لقينا بعض التغييرات اللي وصلتنا لمرحله احنا مش عارفين احنا فين وجايين منين ورايحين فين. منين يودي على فين؟ والله الفتره اللي حضرتك بتتكلم عليها كان محمد الشناوي هو الوحيد اللي عارفين ان هو ثابت كان معجب بيه في حراسه المرمى. بالظبط. والباقي كله عيني كانت الامور. خلينا بعد اذن حضرتك بس نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا ان شاء الله. خلاص ده كان اخر فاصل النهارده. تلاشى كابتن همام حديثنا اكيد مستمر مع حضرتك. وفي نقطه عندي مهمه قوي لو تسمح لي. احنا عندنا 5 بطاقات صفراء في الماتش يعني مع المغرب وكده احنا بنتكلم ان الموضوع برضو في قلق لو احنا اتكلمنا ان احنا رحنا الكاميرون واي واحد منهم برضو تعرض لي يعني كارت اصفر مره ثانيه انت كده مش هيكون معاك خلاص في النهائي. طيب دي مشكلة برضو كبيرة. انت بتتكلم عن اسامي مش قليلة زيزو مصطفى محمد يعني عمر كمال يعني ايمن اشرف للأسف. ودي اللي احنا ظلمنا فيها نهواند كريم بصراحة. يعني استعجال الحكم في المباراة دي راجل السنغالي بصراحة يعني مع الأسف يعني في حاجات ما كناش ناخد فيها كروت صفرة ما نستاهلش فيها يعني خالص. لكن واضح قوي ان هو كان مستعجل قوي في قراراته والله اعلم بقى كان في عقله الباطن ايه. يعني ان هو بردك من السنغال ويهمه ان السنغال ما تقابلش مصر
هتقابلها في كاس العالم، هتقابلها كمان في كاس الامم الافريقيه. لو كان مغربي ما كانش هيعمل اكتر من اللي هو عمله. بالظبط بالظبط بالظبط. ودي برضك من ضمن الحاجات اللي احنا بنناشد بيها طبعا رجالتنا اللي موجودين هناك، وعلى راسهم طبعا خالد الترندلي. بنتمنى طبعا ان هم ياخدوا بالهم من الجزئيه دي ويبداوا يتكلموا بقى مع المسؤولين. صحيح. بشكل كبير، لان احنا واضح قوي ان احنا زي ما نهاوند اتفضلت وقالت، موضوع الكورونا وموضوع المسحه وموضوع يعني في بعض الفرق اتظلمت زي جزر القمر قبل لقاء الكاميرون. التحكيم احنا برضك مش عايزين حاجه سمراء يعني، بصراحه عايزين حاجه بيضاء بقى. لان احنا لان احنا مش عايزين نرجع تاني للمشاكل بتاعه التحكيم. واضح او السمر هيبقوا قلبين علينا بشكل مش امكانيه ده يعني. طبعا ما احنا عندنا حكام مغاربه وعندنا يعني ربما وعندنا وعندنا حكام توانسه موجودين. طيب يعني نتمنى طبعا ان شاء الله يبقى حاجه من شمال افريقيا. الزمن اللي يعني للدرجات دي احنا متخوفين فيه من التحكيم، اذا كان هيبقى موضوعي ولا موتور ماجور ولا ده من زمان. يعني النوع ده من المخاوف طبعا، دي حاجه مش لطيفه طبعا. على الاسف يا كريم، من مشاكل التحكيم في افريقيا يعني احنا البطوله دي من أسوأ حاجه التحكيم اللي احنا شفناه في البطوله دي طبعًا. صراحه يعني طبعا فيعني لازم يراجعوا نفسهم بشكل كبير جدا، لان كلهم مصنفين وكلهم عندهم خبرات بالظبط. لكن مع الاسف الراجل الحكم لتونس ونهى المباراه قبلها بخمس دقائق، الوقت خمس في الدقيقه 85 نهى المباراه، وبعدين حتى لما رجع للمباراه قعد اربعه مش بالظبط كده طبعا قعد اربعه طبعًا. فدي كلها طبعا حاجات عايز اقول لك ان ده مشوار طويل وتعب منتخبات وفلوس وسفر ولعيبه ومحترفين وشعوب و120 الف في مصر 100 مليون ولا 110 مليون ورا منتخبهم. فكل الكلام دي كل الكلام ده لازم يتحط في الاعتبار بشكل كبير، وبطوله كبيره بالظبط بصراحه. فما ينفعش الحاجات اللي فيها يعني عايز اقول لك لو هم ما عندهمش خبره اقول لك لكن دول كلهم حكام دوليين وحكام على اعلى مستوى مصنفين. عشان كده النقطه اللي كريم قالها، فكره هنا لازم يكون في تقييم بعد يعني البطوله، احنا ما بنتكلمش دلوقتي، بعد ما البطوله تنتهي لازم يكون في اعاده تقييم ومحاسبه على الاخطاء اللي حصلت، لان زي ما بقول لحضرتك دي ما هياش بطوله بسيطه ولا احنا منتخبات قليله، ونتكلم عن افريقيا فيعني اعتقد ده شيء لابد منه. طيب كابتن همام، عايز اروح مع حضرتك لهنا بقى، نروح لصبحي وجاد وفكره هنا حراس المرمى، لان بعد اصابه ابو جبل برضو ناس كتير جدا متخوفه، الشناوي بعد كده ابو جبل هو في حاجه معموله ولا ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ فيعني عايزين برضو نطمن من حضرتك على حراس المرمى عندنا. صبحي وجاد برضو اسامي محترمه جدا، بس هل في اي تخوفات مثلا؟ هو انا عايز اقول برضك من ضمن الاختيارات اللي ربنا وفقنا فيها ان انت خدت اربع حراس مرمى. صحيح. ودي بتحسب لعصام الحضري وبعض المحللين زي احمد ناجي، يعني من ضمن المدربين الاكفاء اللي اشتغلوا مع المنتخب، كان بينادوا من فتره طويله جدا في بعض البرامج ان احنا لازم ناخد اربع حراس مرمى، والاربع حراس مرمى دول يبقى عندهم خبرات دوليه وافريقيه على اعلى مستوى. فالنهارده انا بحيي طبعا عصام ومستر كروش على انك انت اخترت اربع حراس مرمى، الفرقه اختارت ثلاث حراس مرمى في مباراه جزر القمر. الراجل لعيب لعب. أي. فدي من ضمن الحاجات اللي هم وقعوا فيها في الاختيار، لان محدش بيبقى متوقع بس يعني بالظبط ثلاث حراس مرمى، اثنين اتصابوا وواحد جاله كورونا، فاضطر يعمل ايه لاعب لعيب. في حاله منتخبنا يعني في ناس برضو ارجعت اصابه الشناوي وبعد منها بكم يوم اصابه ابو جبل لكذا حاجه، من ضمنها ان كان في دروب ما في الاحمال، دي كانت وجهه نظر البعض. الناس في البعض الاخر شاف ان ممكن حتى كابتن عصام الحضري شخصيا يتحمل جزء من المسؤوليه دي، من وجهه نظرهم ان يعني مش منطقي اللي بيحصل ده. هل ده بيحصل نتيجه ضغط المباريات وتعاقبها وان مفيش فترات استشفاء كافيه ما بين كل ماتش والتاني؟ بالظبط بالظبط كريم. ولا ان هم اتحمل عليهم زياده؟ طبعا طبعا. لا هم اتحمل عليهم بشكل كبير جدا. بتحمل اللي هو تمرينات الاحمال. لا الاحمال ان الثلاث ايام كريم كلها استشفاء، احنا كل الفقرات اللي بتجي لنا من الكاميرون كلها عباره عن استريتشات استشفاء، حاجات صغيره، العاب صغيره، واخد بالك كلها حاجات تحاول ترجع اللعيب لحالته الطبيعيه. وخد بالك الثلاث ايام يا كريم هو ده الطبيعي، انك انت بعد الثلاث ايام تبدا تحس بالاستشفاء
وبتبدا تتدرج بقى عشان هتلعب مثلا بعد 5 ايام، لكن انت كل 3 ايام ما بتلحقش. طب احنا يعني انا اقول لك حاجه مثلا يا كريم، انا راهنت مع الناس، لان انا جربت، انا لعبت 3 بطولات افريقيه بهذا الشكل. كنت في رابع مباراه نهوان بتعور، يعني بعد ال3 مباريات في المرحله الاولى بتنقل لدور ال16، نهايه دور ال16 كنت بتعور، وكنت باثر مع منتخب مصر في يعني في دور ال16 بتعور، فما بنلحقش نروح اللي هو قبل النهائي بسبب المكان ده، مكان قلب الدفاع. فانا كنت قلقان جدا على حجازي، قلت الناس اللي معايا، قلت لهم يا جماعه خدوا بالكم، انا قلقان على حجازي اكتر واحد لعب في المجموعه، انا خايف على حجازي من الاصابه. فقال له يا كابتن ازاي؟ قلت لهم انا جربت، انا لعبت 3 بطولات واخد بالك، كنت بتعور في المباراه الرابعه او المباراه الخامسه. ايوه. وخد بالك يا كريم، المكان ده بيفرق مع منتخب مصر. المكان ده من الاماكن اللي بتحميك، طول ما المكان ده الحمد لله واقف على حيله، طول ما انت يعني ميجيش فيك في امان. فانا عايز اقول لك يا عيني، هم محطوطين تحت ضغط نفسي وعصبي بشكل كبير جدا بصراحه، يعني كل اللعيبه. وانت شايف اهو الشناوي تحمل على قد ايه، وجات له الاصابه في الخلفيه للمره الثانيه. ابو جبل ما كانش عايز يطلع من المباراه بصراحه، وده يعني اذا كان بيدول وده اللي يمكن كرامنا الروح الجميله. تعتقد ممكن يلحق ماتش الخميس ولا اتمنى صعب شوية. لكن صبحي ما تقلقش على صبحي، يعني صبحي من الحراس المرمى اللي في الدوري الممتاز ثبت وجوده مع المنتخب الاولمبي، مع كابتن شوقي غريب ثبت وجوده بشكل كبير. مع انك هو على فكره مش صغير، صبحي 40 سنه. لا لا 40. لا هو المنتخب الاولمبي نهواند جاي من المنتخب الاولمبي 22 23 واخد بالك، ف عنده خبره. لا طيب انا اتلخبطت، هو ده الثالث واصغر ولد. أيوة هو صح هو صح جاهز. صح صح. ف يعني الناس كانت قلقانه جدا، احنا ما كناش قلقانين. طبعا اختبار قوي طبعا، بس هي دي الفرصه جداً. اللي بيتقال فيها يعني عارف، بتجي لك كده اوقات فرص اللي هي خلاص هتثبت نفسك. أيوة. او لا بالزبط. يعني بتهيالي دي اللي عملها او اللي بالزبط. نجح فيها ابو جبل بشكل كبير بالزبط. جدا، واعتقد صبحي جات له دلوقتي الفرصه. أيوة. فهي دي النقطه، ودي اعتقد حاجه ايجابيه جدا. طيب خليني برضه اروح لحضرتك لتخوفاتنا بقى، يعني احنا اتكلمنا في المشهد ككل. التخوفات اللي حضرتك شايفها او الثغرات اللي ممكن ان هي غير الاخطاء التحكيميه خاصة، احنا اتكلمنا عنها، بتكلم عن منتخبنا احنا، ايه اللي ممكن يحصل، ايه اللي ممكن نتلاشاه، ايه اللي ممكن لو حصل ده هياثر علينا بشكل سلبي يعني في المباراه القادمه. يعني منتخب الكاميرون بدا يتنقل، يعني اخر مباراه ليه ظهر بمظهر يعني جيد، وواضح قوي ان هو عنده مفاتيح لعب بشكل كبير جدا بيعتمد فيها على الاطراف. الجناحات عندها سرعه وعندها اختراق بشكل كبير، بيعملوا الحاجات العرضيه اللي ورا المدافعين بتسبب خطوره بشكل كبير. عندهم هدافين رقم 12 ورقم 10 ابو بكر ده. وهم هدافين البطوله 6 و5، يعني واحد جايب 6 جوال واحد جايب 5 جوال، دول محتاجين يتراقبوا بشكل كبير جدا. يعني مدافعين مصر مهم جدا ان هم يراقبوا الاثنين دول، لان دول اخطر اثنين موجودين في الفرقه. عندهم لعيب في نص الملعب بردك لعيب محوري بيقدر يوزع كور بشكل احترافي. عندهم حارس مرمى بتاع الارسنال من اقوى الحراس المرمى اللي موجودين في البطوله. هو فعلا ده كنت عايز اتكلم حضرتك فيه تحديدا، حارس المرمى بتاعه عامل لهم برضك ثقه بشكل كبير. عندهم مشاكل في الدفاع، وطول عمر الفرق الافريقيه نهواندا كريم عندهم مشاكل في الدفاع، في حته التمركز، حته الكره عرضيه بيتلخبطوا بشكل كبير. وعايز اقول لك كمان العامل الاهم ان هم بيخافوا مننا، وديت انا باكدها بشكل كبير جدا، ان الكاميرون بيخاف من مصر، بيخافوا من مصر. احنا كل مبارياتنا مع التاريخ اللي قبل كده في الدورات اللي كده كنا بنتفوق على الكاميرون، لكن ده بيدي ناس ثقه. بقى يخوفهم بجد وبحق وحقيقي، ده الاهم. طبعا في اللقاء امبارح يعني كل اللعيبه كانوا رجاله، وكل واحد يستحق الاشاده طبعا، ابتداء من محمد صلاح مرورا بكل الناس، النني، تريزيجيه، يعني عشان ما نقولش اسماء وننسى البعض. ولكن الحقيقه فتوح يستحق ان احنا نتوقف امامه ولو للحظات، مش كده برضه؟ طبعا، لان هو عارف يسيطر كما ينبغي على يعني اهم جناح ايمن في العالم بالمعنى الحرفي، وحتى من الماتش اللي قبليه كمان. حتى ماتش كوت ديفوار اخذا في الاعتبار ان ده حصل 120 دقيقه هنا و120 دقيقه هنا. فتقول ايه عن فتوح واللي شفته عليه امبارح؟ فتوح يا كريم فعلا حسينا بيه لما اتعور، يعني حسينا ان المكان ده حصل فيه دروب.
فهو من اللعيبه اللي بصراحه ثبتوا وجودهم بشكل كبير جدا السنه دي، وعمل لنا اضافه في المكان ده، لان المكان ده كان عندنا مشكله قبل كده. لو نرجع بالزمن كان عندنا علامه استفهام في الباك ليفت، كنا بنقول عبد الشافي وكبر وبعدين ايمن على استحياء، مره مساك ومره باك ليفت، ما كانش عندنا باك ليفت بقيمه ابو الفتوح. النهارده بقى المكان ده بيدينا شيء من الطمأنينة. وعايز اقول لك ان هو والرباعي اللي موجودين معاه هم دول صمام الامان اللي بيدي ثقه كريم. يعني انا طول ما انا بدافع صح، وطول ما انا ما بيجيش فيا ومفيش حاجه بتروح للشناوي او ابو جبل او صبحي، طول ما بتدي ثقه للعيبه نص الملعب وبتدي ثقه للمهاجمين انك انت تقدر تجيب جول في اي وقت. وده واضح. يعني احنا لما بدانا نرجع مع الفرقه الكبيره للطريقه بتاعتنا بتاع زمان اللي كان كوبر بيقوم بيها، اللي هي رجوع الثلاث خطوط في نص ملعبنا وندافع بشكل احترافي ونضيق المساحات. ما انت خد بالك اللعيبه الافارقه بيحبوا المساحات عشان هم عندهم سرعه وعندهم قوه، واخد بالك؟ فانت لما بتضيق لهم المسافات بتقلل منهم عنصرين مهمين قوي، السرعه والقوه. هو عنده المهاره لكن ما بيقدرش بالمهاره يخترق دفاعات اللي بتبقى منظمه بهذا الشكل. وفي نفس الوقت احنا شفنا لما كونتر اتاك بنقدر نعمله صح، محمد صلاح محدش بيقدر يلحقه صراحه. وبعدين التغييرات اللي حصلت للراجل في الماتشين اللي فاتوا، ساحل العاج والمغرب، اثرت بشكل كبير. تريزيجيه بيرجع. لسه كنت عايز اقول لحضرتك بصراحه الانتقادات اللي كان بيتلقاها تريزيجيه في الفتره اللي فاتت، بتتكلم عن برضه وهو كان الراجل مصاب وغيره، رجع مره ثانيه ورجع بالاداء اللي احنا نعرف تريزيجيه عليه. فيعني برضه بس ده ياكد لنا بقى حاجه، ان احنا ممكن نكون شويه اللي بتحكمنا يعني العاطفه مش العقل. لعبنا ماتش حلو، لاعب ماتش حلو ده احسن حد في الدنيا، لاعب ده اوحش حد في الدنيا مشوه. فيعني دي شويه مؤثره فعلا عندنا. طب انا عايز اروح مع حضرتك برضو وتقول رايك في النقطه دي، لان ناس بتتكلم ان لازم الماتش الجاي ده يخلص في يعني الوقت الاساسي، لان ناس متخوفه من فكره حراسه المرمى. وزي ما حضرتك بتقول هو حارس مرمى ارسنال، وفي نفس الوقت انت بتتكلم برضو عن انت عندك صبحي صبحي جيد جدا وكل حاجه، وما عندناش حد في المنتخب مش كويس، بس الناس خايفه من الفوارق. فبتشوف ازاي واحنا لسه ما زلنا مش عارفين هل ابو جبل هيلحق ولا لا برضو، بس في فرق. ما عارفه انا يا وند انت، يعني انا اتمنى ان احنا نخلص من اول ربع ساعه، اتمنى. لكن دي كوره ومباريات ما تقدريش تتحكمي فيها. يعني احنا رحنا لل 120 دقيقه في المباراه الاولانيه كنا نتمنى نكسب ونوصلش 120 دقيقة. مباراة المغرب كنا نتمنى ان احنا نكسب قبل ما نوصل ل 120 دقيقة. فالناس برضك قلقانة، منتخب لعب يعني اكسترا تايم في اكسترا تايم، فده ممكن يكون لود في مباراة الكاميرون. انا معاك من الجانب البدني لكن الحمد لله رب العالمين ان احنا متأهلين كويس من الجانب البدني. لعبتنا واقفة على حيلها، واخد بالك؟ تقدر ان شاء الله 90 دقيقة مع الكاميرون ان احنا نقدر باذن الله رب العالمين، ربنا يكرمنا ما نوصلش للاكسترا تايم. لكن لكن لو وصلنا للاكسترا تايم، المانع عندنا من الرجاله اللي تقدر تكمل المشوار. والحمد لله احنا اكتملنا حتى الدكه اللي بره. التغييرات اللي نقدر ندفع بيها بتبقى مؤثره بشكل كبير جدا. ربنا يصلح الاحوال ان شاء الله. نورتنا يا كابتن همام والله في الاستوديو الجديد. الحمد لله على السلامه. احنا نقلنا المشهد معانا، منورين اهو. شكرا لك، شكرا على وجود حضرتك معانا، نورتنا واسعدتنا كالعاده. ونشوفك على خير باذن الله. الله ونشوفكم بكره باذن الرحمن ان شاء الله يا حضرات، يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. الى اللقاء.